سمحت شيخ، ينشأ عند بعض الناس رغبة في تتبع الرخص والبحث عن وجودها في المدارس الفقهية، هل يسمح التيسير في الدين بمثل هذه العملية الانتقائية؟ هؤلاء الذين يتتبعون الرخص إنما يبقون شاردين دائما عن الدين، يلهثون وراء كل رخصة ويأتون بمذهب جديد في كل وقت مركب من عدة مذاهب، وهذا ما لا يجوز، هذا هو التلفيق المحرم في شرع الله تعالى، إذ يصبح بهذا هذا الإنسان واقعا في محظور بالنسبة إلى كل مذهب من المذاهب. طيب سمحت شيخ، هل هذا التتبع المنهي عنه هو تتبع الفتاوى الشاذة أم هو الأخذ بالقول الأسهل من المذاهب؟ قد يأخذ من هذا المذهب في جزئية من المسألة بما هو أرخص، ويأخذ من المذهب الثاني بجزئية أخرى أيضا فيها رخصة، ويأخذ مذهب ثالث فيأتي بشيء جديد لم يقله العلماء من قبل. سبحان الله.